في سمعنا ظل ضاء ثائرا في دمنا من حبيب ملقى قلبنا حبه فرد ديننا يا دعاء رن في سمعنا ظل ضاء ثائرا في دمنا من حبيب ملقى قلبنا حبه فرد ديننا للعلا للفدا قد عمد على الحسن من يلاب الندى من زعيم زعيم الوطن وطن الأحرار بالثورة ضار في الثامن من شهر أكتوبر سنة 1963 أعطى ضابط جزائري تعليماته لفيلق جزائري كان تحت إمرته بمهاجمة المركز الحدودي حاسي بيضاء. الحادث أسفر عن مقتل 10 أفراد من القوات المسلحة الملكية التي كانت مرابطة في ثكنة حدودية تم إحراقها بالكامل. بعد هذا الحادث استنفرت جميع الأجهزة والوحدات العسكرية المغربية لحرب الرمال. الملك الحسن الثاني غاد قبل أشهر من عملية الهجوم وفدا مغربيا إلى الجزائر من أجل التوصل إلى حلول جدية بخصوص المشاكل على الحدود المغربية الجزائرية. الاستعمار الفرنسي الذي عمر بالجزائر لأزيد من قرن من الزمن عمد إلى اقتطاع أجزاء واسعة من التراب المغربي لصالح الجزائر في عملية سياسية استعمارية. القوات المغربية التي كانت تحرس المركز العسكري كانت تتوفر حينها على أسلحة خفيفة، في حين كانت القوات الجزائرية المجهزة تتوفر على أسلحة ثقيلة. خلال حرب الرمال أرسلت مصر حوالي 1000 جندي مصري لدعم الجيش الجزائري ضد القوات المسلحة الملكية المغربية، بالإضافة إلى عتاد حربي كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك ضمن هؤلاء. حسني مبارك رافق الجنود المصريين على متن طائرة قبل أن يقع أسيرا خلال الحرب. الملك الحسن الثاني اختار حينها تسليم الأسرى المصريين لجمال عبد الناصر في مطار القاهرة خلال حضوره أشغال قمة عربية بمصر. توجهت طائرة تحمل حسني مبارك ورفاقه الأسرى إلى هناك. انتظرت في مطار القاهرة إلى حين وصول طائرة الملك، وبعد انتهاء البروتوكول الرئاسي قدم للحسن الثاني إكليلا من الزهور. قال الملك للرئيس جمال عبد الناصر حينها: هدية إليك أكبر من مجرد إكليل، كاشفا له عن مضمون الهدية. الهدية كانت عبارة عن أسرى دفعهم جمال عبد الناصر إلى حرب الرمال فيما يشبه المجازفة. تدخلت الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية للصلح بين الجزائر والمغرب، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بباماكو في 29 من أكتوبر سنة 1963، وعادت المياه إلى مجاريها بين المغرب ومصر بعدما قبل الراحل الحسن الثاني الدعوة الرسمية التي وجهت له من طرف مصر لإطفاء لهيب النزاع بشكل نهائي. Hassi Beida reste le point névralgique du conflit algéro-marocain. Le point d'eau et la minuscule palmeraie sont occupés par l'armée royale marocaine qui, sous le commandement du général Driss, affirme avoir nettoyé la région des éléments algériens. Les Marocains ont fait prisonnier 4 officiers égyptiens. Intervention égyptienne, dit Rabat, simple mission d'assistance technique, répond Alger. Mais à la suite de tels incidents, le ton a monté.
يقول الأستاذ هيكل كانت مناورة إرغام طائرة هليكوبتر جزائرية على النزول في أرض المغرب، بينما كان معروفا أن من بين ركابها 4 من الضباط المصريين في بعثة عسكرية تخدم جيش الجزائر، ولم يكن وجود هؤلاء الضباط سرا ولا كانت رحلتهم سرا، ويكفي دليلا أن طائرتهم أقلعت من مطار كولومب بشار وهو لا يزال تحت السيطرة الفرنسية. ويضيف الأستاذ هيكل عن التدخل المصري فيقول: قوة من الأسطول المصري تقودها المدمرة السويس ألقت إليها القيادة الجزائرية مسؤولية المشاركة في حماية الشاطئ الجزائري، ثم قوة المدرعات المصرية تقف الآن تحت علم الجزائر جنبا إلى جنب مع جيش التحرير الأسطوري، والأوامر الصادرة إليهما من القاهرة أن يكون قتالهما فوق الأرض الجزائرية وحدها ودفاعا عنها. وصل بعد ذلك الملك الحسن ملك المغرب وبرفقته شقيقه الأمير عبد الله والوفد المرافق لجلالته، وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر ملك المغرب.